سيوني على قد ما هو زي ما كل الناس اجمعت انه عامل ماتشات حلوه، لكن هو دلوقتي برضه في صراع، عنده الفرقه متالقين ما هماش نجوم صف اول، فعليهم عندهم عروض كتيره، والعروض دي بتاخد من التركيز. فهو دلوقتي عليه انه يركز وياخد نقط ويكسب ويلعب، وكمان يحافظ على عقليه اللاعبين ويحافظ على تركيزهم. لا ولسه راوند كامل، انت النهارده بنقول ان المفروض لسه ما ضمنش حاجه. النهارده في الجوله 17 يعني بننهي الراوند الاولاني او الدور الاول، وبننتهي رمضان برضو، بننتهي كل حاجه كتير جدا. فبتتكلم ان كان دايما بعد الراوند الاولاني بشويه كده نبدا نقول ايه، بعد ما الفرقه تكون في موقف كويس نشوف بقى العروض تبدا تيجي. لكن انت ما بين فعلا نص موسم، لكن انت عشان عديت يناير ودخلت على الموسم الجديد وكله لسه ملخبط شويه، فمخلي الانتقالات بيتكلموا فيها من قبل حتى ما الدور الاول يخلص. فدي طبعا نقطه تاخد من تركيز اي حد الله يكون في عون كابتن حميد بسيوني. لكن الحقيقه يحسب الفريق غزل المحله كريم حاجه انا بتابعها دايما، ان هم من اكتر الفرق اللي يملكوا شيء الروح، بيلعبوا بروح عاليه جدا. يعني مش عايز اقول طبعا اكيد فرق كتير بتلعب، لكن هم بيميزهم جدا فكره الروح، فكره ان هم بيلعبوا لعب جماعي بشكل او باخر، حافظين حاجات معينه، بيستغلوا ملعبهم كويس جدا. فكل الحاجات دي يعني عارف اللي هي كل الادوات اللي في ايده عارف يستغلها. في واحد مثلا كان يقول لك ايه، يقول لك لو انا مثلا الكوره مش ماشيه معايا على الاقل اجري. الجري مش حاجه اسمها مش ماشيه معايا، يعني الكوره ممكن تبقى مش في يومك، لكن الجري في حاجه اسمها مش في يومك. فهم من الفرق اللي بيشتغلوا بالطريقه دي، بيشتغلوا بفكره ان انا اعمل اللي عليا، اموت نفسي، اخلص، انظم خطوطي بشكل او باخر، وفي الاخر النتيجه الحقيقه دايما كتير بتبقى في مصلحتهم. كمان لفت نظري حاجه قوية جدا، مش فريق الاتحاد السكندري اللي يدخل فيه 25 هدف. يعني عندنا الاتحاد السكندري داخل فيه 25 دفاعيا هدف دفاعيا، تاني او اسوأ خط دفاع بعد ايسترن كومباني. ايسترن كومباني هو المركز الاول، يعني اكتر فريق داخل فيه هدف 27، وبعدين الاتحاد السكندري. كتير على نادي الاتحاد السكندري. وخلي بالك لو بصينا كمان القدره الهجوميه، الاتحاد السكندري جاب 19 جون، المحله جاب اقل منه 15 جون، ولكن المحله بال 15 جون دول عارف يجيب 20 نقطه ويبقى في المركز التاسع. والاتحاد في ال 14، في حاجات كده مؤشرات لو قريتها ممكن تبين لنا حاجات كتير. جميل، هنتكلم اكتر اكيد.